عدنا لكم من جديد مشاهدينا، انتقالا من التغذية الصحية والسليمة إلى التقرير عن الكوكيز. أكيد الكبار والصغار يحبوا الكوكيز بجميع نكهاته، فاحنا ننتقل معكم بعد شوي لهالتقرير. أكيد آية، يعني الكوكيز مثل ما قلتي مو بس الأطفال بيحبوه، كمان الكبار، خاصة لو كان بالبر، يعني بيكون نوعا ما صحي، خلينا نقول ما بيكون إنه في شو اسمه الدسامة الزايدة يعني، فالواحد حابب يكون في دايت فيستخدموه بالبر. فعشان كذا الكوكيز مرغوب يعني، وبنلاقي فيه أشكال كثيرة متنوعة ومختلفة، والمحلات صارت بتتنافس. أنا صراحة أنا أصبحت أتقن عمل الكوكيز بجميع أنواعه. حلو. أكيد، وأنا أتوقع ما جربت تسوي كوكيز أبداً غلا ولا في المطبخ شوي مع ماما حاولت طيب ممتاز. ما لهم في الحلويات. ما لهم في الحلويات. إثار لك في الحلويات وفي الطبخ في المطبخ؟ بيتزا. ما شاء الله. لمين يا إثار؟ أنا لسه ما أعرف أعمل بيتزا. إيش كمان يا إثار؟ تطبخي حاجة تانية ولا مش في الطبيخ؟ إيه بتطبخي إيه تاني؟ تطبخي إيه؟ نضحك علينا كده، هو البيتزا. ها؟ طيب البيتزا، طب خلاص البيتزا لحالها كويسة، يعني كل المأكولات. دكتورة عبير، بتكوني حريصة على الاهتمام بتغذية إيثار بشكل مختلف عن باقي مثلا أفراد الأسرة؟ بكون حريصة على قدر ما أستطيع، لأن طبعا إيثار أصلا في سن هي ممكن تحكم علي أنا أعمل إيه. لكن طبعا هي إيثار عشان بالذات متلازمة الدون بيبقى عندهم استعداد للسمنة، بيبقى عندنا مشكلة. وهي إيثار الحقيقة كمان عندها مشكلة مرضية في رجلها بتخلي حركتها محدودة شوية، ده برضو بيساهم في السمنة. فده طبعا بيدعونا إن احنا مثلا في البيت ما بنطبخش أبدا لا بسمنة ولا بزيت ولا بأي حاجة من دي خالص. يعني حرمي نفسكم خلاص يعني. إلى حد ما يعني. عشان برضو بعض مشاكل صحية برضو لها وكده. لكن من وقت التاني طبعا بتاكل حلويات، طبعا بتاخد حاجات زي كده، بحيث ان احنا طبعا ما نقدرش نحرمها تماما، وفي نفس الوقت نحاول بقدر المستطاع ما يكونش بشكل مبالغ فيه او كتير. يعني شفت العناصر يعني اللي كانت جايبتها الاستاذه هدى قبل شويه، في عناصر مهمه مثل فيتامين سي وغيره من مثل الفيتامينات والاوميجا 3 من الحاجات المهمه جدا، خاصه لهذه الفئه. هل بتحرصي كمان انك تكمليها ضمن وجبتها الغذائيه اللي يتعرف؟ ضمن الوجبه الغذائيه بحاول ان اشجعها على الفواكه والخضروات بشكل كبير. حلو. قدر المستطاع يعني، ربنا هديها تستجيب. والأوميجا 3 كمان بالنسبة للإيثار بتاخده كمان كعقار، لأن أحيانا في متلازمة الدون بنحتاج إن احنا ندي أوميجا 3 بشكل مكثف بشكل حلو، اللي هو زيت السمك بيأخذ. في حبوب اسمها أوميجا 3 لوحدها. تمام. فيتامين سي كمان في الأطفال اللي هم المولودين المتلازمة الدون، المناعة بتاعتهم ضعيفة شوية في الأول، عندهم نزلات معوية والتهابات في الجهاز التنفسي، دول بنحتاج إن احنا ندي لهم فيتامين سي بشكل كويس جدا. أي لأن ذكرت حرصت على فيتامين سي كمان هدى حشمة. يعني مهم جدا كمان، خاصة في مواسم اللي بتكثر فيها الأمراض. يمكن آية إحنا الحين في الشتاء فبنلاقي الأمراض الزائدة في الجهاز التنفسي. صح. ممتاز جميل. يعني غلا وفجر كمان بتهتموا في أكلكم، تبعدوا شوية عن المأكولات السريعة. حسألك فجر، قولي لي إيش أكثر شيء تحبي تأكليه والأشياء اللي مفروض ما ناكلها بشكل كبير؟ الأشياء اللي ما يصلح ناكلها أو نشربها اللي هي المشروبات الغازية. ممتاز. وما نكثر من الحلويات اللي فيها سكر. ممكن تسبب مشاكل كثيرة، صح؟ ممكن أكثر شيء منها ممكن تسبب السمنة بشكل كبير. وأنت يا غلا كمان قولي لنا أكثر عن التغذية. أنا مرة مهتمة إنه ما يزيد وزني، مع إني عشان أنا معدل، فأحب إنه قاعدة أسوي دايت بنية وسمان. يا حركات، دايت أنت من إحنا صغار أسوي دايت. برافو. طيب إيش الدايت حقك؟ إيش بتأكلي وإيش ما بتأكلي؟ يعني الأشياء اللي فيها بروتين كثير مع شوي أبعد عنها. أي. زي الخبز، زي اللبن، النشويات والدهون هذه بتبعدي عنها. وبتأكلي كثير من الفواكه، من الخضروات؟ لا، ما احب الفواكه. ما تحبيها؟ ايش خليتي؟ طب في الدايت هو يعتمد كثير. طب انا بسالك، امك تساعدك في هذا الموضوع انك انت تختاري نوعيات معينه من الغذاء؟ ايه.
ما شاء الله. طيب فجر كلمينا أكثر عن المدرسة والمواد الدراسية وأيضا مستقبلك في التخصص مثلا في الجامعة، أشياء مختلفة. كان معنا ما شاء الله اتصالات عن أشخاص حددوا مجالهم من هم صغار، يعني مثلا هل أنت في بالك الآن مجال معين حابة تتخصصي فيه في الجامعة أو في المستقبل؟ جامعة بعيد مرة أنا عارفة، لكن في بالك مثلا حلم معين حابة تحققيه؟ أني أكون معلمة. معلمة إيش؟ اللغة العربية. واضح انك تحب اللغة العربية اكثر شيء، صح؟ وانا ما اخترتي هذا المجال بالذات. ما شاء الله تبارك الله. حلو، يعني ان شاء الله احنا نتمنى لك انك تحققي طموحك. وانت غلا ايش حابة تكوني في المستقبل؟ اخصائية نفسية. اخصائية نفسية، ليش اخترتي اخصائية نفسية؟ ايش معنى يعني في شيء اخصائية نفسية؟ لاني حبيت انه اساعد الناس واخفف من عقد الناس. يعني هذه من يوم طفلة قبل قبل ما أكبر، يعني قبل ما أقرر إنه أخصائية نفسية، فحبيت هذا المجال إنه أفك عقد ناس وأضبط عقدهم وخليها طبيعية وزي كذا. ما شاء الله تعدلي نفسيات الناس. في ناس فيها عقد هنحتاجها. تحتاجها دكتورة عبيد؟ أكيد طبعا. في ناس عندها عقد. كلنا في حد ما عندوش. في ناس انا اول واحده هيجي لك غلا. يعني اتكلمت غلا عن نقطه ايضا مهمه، عن طريقه تعامل بعض الاشخاص مع يمكن ذوي احتياجات خاصه، كيف ممكن فعلا تعانوا منها او يعاني منها اشخاص بجميع المجالات، ايش رايك؟ احنا لازم احنا نكون كاولياء امور اطفال او ذوي احتياجات خاصه، احنا لازم نكون متفاهمين ان في ناس مش فاهمه ده. لازم يكون عندنا صدر رحب وتقبل ان الناس لما تتعامل بطريقه مش صح احنا كمان ما ننهارش بهذا يعني. ففي الحاله دي اساسا احنا محتاجين الميديا، محتاجين الاعلام، محتاجين كذا يوعي الناس، يعلمهم برامج ثقافيه اكتر واكتر حتى تكون حياه الناس اسهل. وعايزه اقول لك انه مثلا من 30 او 40 أو 50 سنة كان اللي عنده طفل معاق ما كانش بيخرج بيه أصلا في الشارع. صحيح. في مدارين. النهاردة إحنا بنسعى أن إحنا نطلع فيهم ببرامج وكذا وكذا، فأكيد تقبل المجتمع اختلف كتير قوي. كل 10 سنين أنا بحس أن في طفرة بتحصل في تقبل الأطفال دول والاهتمام بيهم، وأتمنى إن شاء الله أن إحنا نوصل أكتر وأكتر لأقصى ما يمكن. هذا اللي إحنا فعلا بنتمناه، فعلا أنه مستوى فهم هذه الفئة يتطور أكتر لدى المجتمع، تقبلهم، ملامسة كل احتياجاتهم تكون موجودة ومؤمنة داخل هذا المجتمع، دمجهم بشكل أكبر في المجتمع. يعطيكم العافية. شكرا فجر، غلا، إيثار، دكتورة عبير، شكرا لكم. شكرا لك. أكيد مشاهدينا استمتعنا اليوم بمتابعتكم لنا، لقاءنا فيكم بإذن الله يتجدد غدا في حلقة جديدة من برنامج حياتنا. مثل ما ذكرنا لكم الإعاقة ليست إعاقة جسد بل إعاقة فكر. نلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء. أكيد إلى اللقاء.